بنعرف أهمية التربية ودورها ببناء المجتمعات، وبما أنه التربية عملية مشتركة بين كل القطاعات، إجت مبادرة شركة كورال لدعم العائلات المتضررة بهالظروف الاقتصادية الصعبة، وبنتمنى تكون هيك مبادرات عم بتزيد وتكتر من كل القطاعات اللي قادرة تساهم معنا لنرجع نقدر نوقف على إجرينا بهالظروف الصعبة. يلي بيساعد طالب بمدرسة بيكون عم بيساعد الوطن بجيل وجيلين والتالي. مشان هيك نحن اليوم رح نشكر شركة كورال يلي عم بتساعد طلابنا تيتعلموا ويبنوا مستقبل ناجح.